بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب المصطفى والنبي المجتبى إمام الهدى، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، فهذا مجلس من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الحافظ البغدادي عليه رحمة الله. والمجالسة مهمة جدا في طلب العلم. المجالسة أن يجالس الطالب الأستاذ، وأن يجالس التلميذ الشيخ، وفي الوقت نفسه يجالس الأستاذ الطالب والشيخ التلميذ. المجالسة مفاعلة. فالمجالسة مفاعلة بين الشيخ والتلميذ. نرى كثيرا من الأساتذة مع تلاميذهم أن العلاقة تنقطع بعد المجلس. الشيخ يقول كلمتين، وبعد الكلمتين يتكل على الله بالسلامة وانتهى الموضوع. ليست هناك علاقة بين الأستاذ وبين التلميذ، أو بين الشيخ وبين الطالب، إلا عند المجلس فحسب فقط. وبعد المجلس كل يذهب إلى ليلة. هذه المسألة ليست بالنصف، أمر غير صحيح. لماذا؟ لأن طلب العلم لله، نحن نطلب العلم لله، وبالتالي الذين يجلسون لطلب العلم، هذا المجلس لله وفي الله. وما كان لله دام واتصل، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أهل الدنيا وأهل الأهواء لا تستقيم أحوالهم أبدا. لماذا؟ لأن الأغراض تفرق، والأهواء تجعل الخلاف يدب بين الأحبة. دي الأهواء والأغراض. أما أهل الله تعالى والذين يألفون طريقه ويسيرون على هدى دينه، فهيهات أن يكون اختلافهم لغرض أو هوى، إلا إذا كان هذا الأمر من باب البلاء، يريد الله تعالى أن يبلو بعضهم ببعض ليرفع بعضهم فوق بعض درجات. ولكن الأصل أن هناك علاقة حميمة، وهناك وشائج قوية تكون بين الأستاذ والتلميذ، تكون بين الشيخ والطالب. وهذه الكلمات التي ستقرع مسامعنا في هذا المجلس تؤكد ذلك المعنى، وتبينه، وتميط اللثام عن شيء كثير ربما نجهله. فبوب المصنف فقال: حسن مجالسة الفقيه لمن جالسه. حسن مجالسة الفقيه لمن جالسه. تكلمت قبل من خلال هذا المجلس أن هناك الأدب ينبغي أن يكون رائدا لأهل العلم، سواء كانوا طلبة أو شيوخا، لابد من الأدب ولابد من العلم. ولكن على الشيخ والأستاذ أن يكون حسن المجالسة لطلابه. كيف؟ سئل جابر ابن سمرة
فقيل له، وهذا الحديث 891: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده سماك ابن حرب بيسأل جابر ابن سمرة: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ نريد أن نرى كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة عندما كان يجلس بينهم. لو قرأنا دواوين السنة سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قل أن يكون بمفرده، قل خارج البيت مع أصحابه، داخل البيت مع أزواجه، داخل البيت تنقل أحواله، وخارج البيت تنقل أخباره. كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم تنقل عن طريق الصحابة وعن طريق نسائه. نحن نتشوق لمعرفة كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجالس أصحابه، كيف؟ قال الصحابي الجليل جابر ابن سمرة: نعم، أي كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، كان طويل الصمت، كان طويل الصمت، صموت، لا يتكلم كثيرا، كلامه قليل. دايما يا إخواني آفة الإنسان في لسانه، آفة الإنسان في لسانه، والدلالة على مكنوناته تحت طيات لسانه. وقديما قالوا: إذا أردت أن تعرف أحدا دعه يتكلم، سوي يتكلم، فإذا تكلم عرفته، فإذا تكلم عرفته. ليس من الحكمة كثرة الكلام، فإن كثرة الكلام تؤذي الإنسان، تؤذيه في نفسه وتؤذيه في أصحابه، فربما ألقى كلمة لا يلقي لها بالا تكون سببا في إضرام العداوة بينه وبين أحبابه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، يتردى بها في النار 70 خريفا. نسأل الله تعالى العافية. فحصائد الألسن إما أن تنجيك وإما أن ترديك. حصائد الألسن، الكلام، نتائج الكلام، إما أن تنجيك، كلمة حلوة، وإذا كانوا يقولون بالبلدي اللفظ إيه؟ سعد، مش كده بيقولوا كده في البلدي؟ اللفظ سعد، ويقول لك فلان ده بقه بينزل سكر، سكر إيه؟ ما لو ببقه بينزل سكر كنا استغنينا عن تموين السكر أو سكر التموين. ولكن المقصود كلامه مليح، كلامه مساوي، ما يغلطش في كلامه، ينتقي ألفاظه. فاللفظ سعد، اللفظ سعد. ولهذا قالوا: إنما المرء بأصغريه، بقلبه ولسانه. هذه الجملة نسبت إلى بعض ملوك الفرس، ونسبت إلى بعض فتية الإسلام عندما دخلوا على عمر بن عبد العزيز، فقال للوفد: فليتكلم أشرفكم، فقدموا فتى صغيرة. فكأن عمر بن عبد العزيز استصغر، الوفد كله ناس كبار وشيب، ويخلي واد صغير هو اللي يتكلم، استصغر. فقال: يا أمير المؤمنين، إن في المسلمين من هو أسن منك. لو كانت المسألة بالسن بقى، لا، ده في المسلمين من هو إيه؟ أسن منك. وإنما المرء بأصغريه، بقلبه ولسانه، بقلبه ولسانه. سبحان الله، القلب، المكنونات والمعاني والمشاعر والأحاسيس والعواطف، هذه الأشياء
التي تعتمل في القلب. فالمعاني الفاضلة والمشاعر الفياضة والعواطف الصادقة لا يحتملها إلا القلب. وكذلك الألفاظ الحسنة والكلام المستقيم لا يكون إلا من لسان شريف طاهر، إنما القلب بأصغره. ولهذا قال معاذ: يا رسول الله، وهل نحن نؤاخذ بما نتكلم به؟ احنا يعني ده كلمة الواحد يؤخذ لما يشتغل حاجة بإيده برجله، لكن كلمة هل نحن نؤاخذ بهذا الكلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ. العرب أحيانا تطلق اللفظ ولا يقصدون معناه، وده باب كبير جدا عند العرب، يطلقون اللفظ ولا يقصدون معناه. ثكلتك يعني فقدتك. طب وهل المقصود إن أمك تهلكك، يعني أنت تموت فتفجع أمك بموتك؟ هل هذا هو المقصود؟ لا، ده تعجب، والتعجب هنا استملاح والسلطاف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتبسط من هذا السؤال فقال له: ثكلتك أمك يا معاذ. احنا عندنا في البلدي لما ولد صغير يقول كلمة حلوة نقول له: آه يا مزغود. المزغود اللي أخذ زغد، هل مقصود بذلك إن ياخد زغد في قلبه ولا في جنبه؟ لا، فأنا بستلطف هذا الأمر وبستملح فأقول له إيه؟ يا مزغود. الكلام ده عند العامة. الجماعة العرب أيام زمان يقول لك إيه؟ ثكلتك أمك. يقول: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله، كان الصحابة الواحد منهم يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. اللسان ده هو الذي أوردني موارد الهلكة. سبحان الله. وكان بعضهم يقول: لا أرى شيئا أحق بطول حبس من لساني. يعني أكتر حاجة عاوزة تتحبس مش الجسم ده، وإنما ماذا؟ اللسان. ولذلك ليس شيء في البدن أحكم الله تعالى عليه الإغلاق وجعل إغلاقه بإذنك أنت إلا اللسان. كل أجهزة الإنسان مقفول عليها بأمر الملك، ولم يجعل إذنها في الفتح إلا له، ليس لك إرادة فيها. حركة القلب بأمر الله عز وجل ولا إرادة لك فيها. حركة البنكرياس، الكبد، الطحال، طيب حركة اللسان بأمر الملك، ولكن جعل ربك لك فيها إرادة، لك فيها إرادة. ودي مسألة تحتاج إلى تأمل طويل، تحتاج إلى تأمل طويل. فاللسان هذا يعني الكلمة إذا لم تقلها فأنت مليكها وسيدها. الكلمة طالما ما طلعتش من بقك يبقى أنت سيدها وملكها. فإذا خرجت من فيك ملكتك خلاص، هجيبها ازاي؟ احيانا تكون الكلمة كالسهم الرائش، حيثما وقعت جرحت وربما قتلت. السهم الرائش السريع حيثما نزلت جرحت وربما قتلت. والشعراء لهم كلام كثير في كلمات يسيرة، هذه الكلمات أصابتهم بالمرارة وجعلت حياتهم كدرة. فالنبيل هو الذي يتأذى بالكلمة، أما العبد فهو الذي لا يلقي بالا للكلمة
وفارق بين عبد ونبيل. النبيل لو عدمت العافية بس ما جرحتوش بكلمة يمكن أن يتحمل ذلك منك، لكن أن تمطره بكلمة ربما تصيب قلبه مسألة عظيمة جدا. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم طول الصمت، أنه لا يتكلم بفضل الكلام، وإنما كان يتكلم بما كان مهما من الكلام، فكان طويل الصمت قليل الضحك. وليس المقصود بالضحك إن هو لا يبتسم أبدا، كان يبتسم، فإن الإنسان إذا بالغ في الابتسامة كان ذلك ضحكا. العلماء بتوع اللغة بيفرقوا بين الضحك والابتسامة، إذا بالغ في الابتسامة كان ضحكا، فإذا زاد في الضحك كان قهقهة بصوت، كان بصوت، والنبلاء من العرب يكرهون ذلك، لكن إن وقع لا ينكرونه إلا إذا كان في هذا اعتياد، واحد من عدته كل حاجة يضحك ويكعكع من عدته، لا يبقى هذا أمر قبيح. لكن لو بدأ هذه القهقهة في بعض الأحوال لا بأس في ذلك الأمر. وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم ربما تناشدوا عنده الأشعار، يعني كل واحد يقول بعض الشعر عنده، والشيء من أمورهم، بعض أمور الدنيا يتكلموا فيها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيضحكون، وربما تبسم عليه الصلاة والسلام، يسمعهم بيتكلموا في شؤونهم ويضحكهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم لذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. 893 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أكرم الناس علي. أكرم يعني إيه؟ أعظم الناس علي، إذن أنا أعظمه وأجله وأعرف له درجته ومقامه. من؟ قال: جليسي الذي يجلس إلي، مش يجلس معايا، يجلس إلي، هو طالب العلم والذي يخالطك من أجل أن يتعلم الدين ويتعلم الأدب، هذا من أكرم الناس علي. الجملة الآتية دي جملة عجيبة جدا يا إخوان، تدل على الآصرة العظيمة بين العالم والمتعلم والمؤدب والمتأدب، وبين الشيخ والطالب والأستاذ والتلميذ، آصرة عظيمة جدا. يا ريت هذه الآصرة تحقق بين الناس. بيقول أبو الله بن عباس: إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. يا سلام، يعني لو دبانة وقعت عليه تؤذي مين؟ تؤذي الطالب ولا تؤذي الأستاذ؟ لا، الأستاذ. يبقى علامة إن العلاقة بينهم إيه؟ علاقة عالية جدا، يا لهذه الدرجة، حتى إن الذبابة لو وقعت على الطالب يشعر بها مين؟ الأستاذ. إمتى نصل إلى هذه الدرجة؟ الشيخ علاقته تنتهي بالدرس، وبعض المشايخ بعد الدرس يعملوا حواليه دورية، واخد بالك إزاي، ويتشال هلابيلة ليسلم على حد، والحد يسلم عليه، والحد يشوف، حتى لو حد قال له ممكن سؤال يقول له إن شاء الله في الدار الآخرة. لا، وبعدين ممكن اللي يمرض من تلامذته يمرض، واللي يموت يموت، والشيخ ما يعرفش حاجة، ازاي الكلام ده؟ لا، إن شيخ لا يكون شيخا إلا إذا شعر بتلاميذه، دي مسألة مهمة جدا.
وهذا لن يكون إلا بالتواصل، لابد من التواصل. الحميمية كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الجلوس مع أصحابه، كثرة جلوس العالم مع الطلبة والمؤدب مع المتأدبين يقطع قالة السوء، بيقلل الكلام الذي يسبب الضرر. لما الطلبة يتكلموا كثير مع بعض هذا الكلام يشبه غلي الماء في المرجل، يشبه غلي الماء في المرجل. الذي يطفئ ذلك إنما هو الأستاذ. ليه؟ لحكمته وأدبه وبعد نظره، ودي مسألة مهمة جدا جدا. يا سلام على عبد الله بن عباس لما يقول الجملة الجميلة دي: إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. يا سلام يا سلام. 897، ودي مسألة مهمة، وفيها أن العالم أو الأستاذ أو الشيخ لابد أن يشعر بطلبته حتى إذا أراد الانصراف يستأذنهم. يعني افترضنا بعد المجلس وإحنا واقفين مع بعض أو قاعدين مع بعض، مش يقوم واخد جزمته وماشي، يقولون بعد إذنكم أنصرف، يستأذنهم. هذا أدب جليل، وده جبران لخاطر الطلبة ومراعاة لمشاعرهم، لأنه إذا انصرف من غير أن يستأذنهم فهذا ربما دل على الاستطالة، وربما أوقع البغضاء في النفوس، وربما كان ذلك مؤذنا بوقوع الشر المستطير الذي لا ينفضه إلا الزمن. سبحان الله. ننظر، بيقول أبو شهاب: دخلت أنا وسعيد ابن جبير المسجد الحرام، فجلسنا جميعا فعظمت الحلقة. يبقى جلسوا ناس كلها جلسين، وحلقة بقى هذا يسأل وهذا يتكلم فيجيب عليه وهذا له كذا، فأراد أن يقوم من الحلقة دي أن يقوم، فاستأذنهم: بعد إذنكم، وقال: إنكم جلستم إلينا ولو كنت أنا جالس إليكم لم أستأذنكم. يعني افترضنا لو هو جلس في حلقة وأراد أن ينصرف ممكن إنه هو ينصرف. وهناك فارق بين أذن له واستأذن. أذن له أي أجازه وأباح له، أما استأذنه أي أعلمه. وهذه المسألة متعلقة بالأحوال. فإذا كنا نتكلم عن حسن مجالسة الفقيه فلابد أن تكون هناك آداب في هذه المجالسة. من هذه الآداب المرعية استعماله التواضع ولين الجانب ولطف الكلام، استعماله التواضع ولين الجانب ولطف الكلام. ليه احنا قلنا التواضع، استعماله التواضع؟ بشوف اجيب حاجه حلوه كده اللي هيقولها اديله حاجه حلوه. ليه قلنا التواضع ممنوع من الصرف؟ استعمال ده مصدر، والمصدر إذا أضيف أو نون يعمل عمل الفعل فينتصب الاسم بعده. المصادر إذا نونت يعني لها ضمتين تحتها كسرتين على فتحتين أو أضيفت عملت عمل الفعل. استعماله التواضع يبقى ذا مفعول به، والعامل فيه المصدر المضاف.
طيب ينفع نقول ولطف الكلام ولا ولطفة؟ انت عندكم لطفة ولا ولطف؟ ولطفة. النص عندي فيها ولطف، فطبعا اللي عنده ولطف يصححها الى ولطف الكلام. الاثر 899 نقول ان شاء الله بعد الاذان. الاثر 899 هو اثر ايوب السختياني، قال: ينبغي للعالم ان يضع التراب على راسه تواضعا لله. ينبغي للعالم ان يضع التراب على راسه تواضعا لله. طبعا ليس المقصود ان يضع التراب على راسه ان ياتي بالتراب ليجعله على راسه، ولكن المقصود بذلك استعمال التواضع. المقصود بذلك استعمال التواضع، لان الانسان اذا كان متكبرا فانه يلتفت الى نفسه التفاتا عظيما، لكن هذا الرجل لإهماله نفسه وعدم التفاته الى نفسه عند ملاحظة الخلق لا يبالي. ودي مسألة مهمة جدا، انه لابد ان تقلل الشخصية الذاتية للإنسان عندما يخالق الناس. شخصيته الذاتية دي يحاول يقلل منها، ودي مسألة خطيرة. الناس تعيش بالمبادئ، والمقصود بالمبادئ القواعد الثابتة التي يشرف إن مات عليها. دي المبادئ، القواعد الثابتة التي يشرف إن مات عليها. القواعد الثابتة التي تشرف إن مت عليها، يا ترى الإمبريالية، الاشتراكية، الديمقراطية، الوطنية؟ أبدا. وإنما القواعد الثابتة التي تشرف إن مت عليها هي ماذا؟ العقيدة. العقيدة. تجد مثلا نيلسون مانديلا يقول لك هذا الرجل صاحب المبادئ العظيمة الذي خدم الإنسانية ومات في سبيل مبادئه. الله، إيه المبادئ بتاعته يعني؟ إيه المبادئ بتاعته؟ الرجل ده كان بينادي بحاجة واحدة بس، بينادي بأن بالفصل العنصري، وأن جنوب إفريقيا لشعب البلد، خيرات جنوب إفريقيا تبقى لشعب جنوب إفريقيا بس، وأنشأ حزب سياسي اشتراكي ماركسي لمحاربة البيض في جنوب إفريقيا. قبضوا عليه، حكموا عليه بالإعدام. ها رأيك إيه؟ المشنقة قدامنا إيه؟ هتسمع الكلام ولا تشنق؟ قال لهم لا أتشنق. فقالوا لا، وشنقنا هيبقى زعيم كبير قوي، لا بلاش المسألة دي. حكموا عليه بالسجن مدى الحياة، مش بالمؤبد. بعد كده بقى دول هم يفوضوه، رأيك إيه نبني لك قصور ونخليك وزير ونديك مرتبات جبارة، بس سيبك من الحزب دي، هتعمل ايه؟ وبرضك تخدم مبادئك من خلال الوزارة، تقدر تخدم الناس وتعمل لهم خدمات من خلال الوزارة، وبلاش المبادئ بتاعتك دي. الفصل العنصري ان هناك اتوبيس للبيض واتوبيس للسود. افترضنا راجل مثلا اسود عاوز يطلع يركب اتوبيس البيض، ياخد على قفاه وينزلوه. هناك مدارس للبيض ومدارس للسود. افترضنا راجل جنبه مدرسه للبيض وهو اسود، والمدرسه بتاعت السود هناك عند البقليه، بينها وبين المسكن بتاعه 4-5 كيلو. يروح يقدم لابنه في المدرسه اللي جنب البيت، ممنوع. ليه؟ لأنه أسود. ولذلك من المبادئ بتاعته القضاء على الفصل العنصري. يبقى دي قاعدة ثابتة، مبدأ عنده، عاش من أجل المبدأ ده، ولذلك فضل مسجون أكثر من 30 سنة، وبيعتبروه دي أكبر مسجون في التاريخ الحديث.
لما طلع من السجن، طلع من السجن على ماذا؟ على رئاسة جنوب إفريقيا. ولما مات مهرجانات، الرجل الذي عاش من أجل مبادئه ومات من أجل مبادئه، ده مبادئ. طب يا ترى إحنا إيه المبادئ الثابتة التي نعيش من أجلها؟ معلش هذا السؤال سألته لبعض الطلبة في الجامعة. لو في واحد مثلا نصراني يقول لك أنا شكلك حلو وجميل ونفسي أدخل في دين الإسلام، أدخل إزاي؟ كلمني عن الإسلام شوية. يا ترى هنقول له إيه؟ هات أي واحد مسلم كده قول له إن لو في واحد عاوز تعرفه عن الإسلام حاجة، تقول له إيه؟ الإجابة الإسلام، يا سلام، دين جميل وحلو ولطيف ولذيذ وعظيم، والإنسان لما بيخشه بيشعر باللذة والراحة. طب وبعدين؟ ثم أما بعد، هذا يذكرنا بالقصة المنسوبة لأحد الخلفاء أنه أراد أن يجعل ولي للعهد، عاوز يخلي ولي للعهد بعد منه، فيعمل إيه؟ كلفه ولدان، قال لهما أريدكما أن تأتياني بعجل يتكلم عنه الناس. هتولي عجلي إن ليس له نظير في بلاد الخلافة. واحد من الأميرين دول اتصل بكل أمراء النواحي أن عاوز عجل ليس له نظير. أحد يدوروا لغاية لما جابوا له عجل أعزكم الله قد المسجد ده، ودماغه مثلا أكبر من المنبر ده، ورجليه قد العمود ده. لكم أن تتصوروا هذا العجل مثلا، يعني مثلا حاجة ولا عجول العماليق. طبعا شده. أما الآخر وقف على الباب يوم الجمعة وكل واحد طالع من صلاة الجمعة، ما الذي سمعته من الخطيب؟ اللي يقول له جملة واللي يقول جملتين واللي يقول لي يحكي له الخطبة، لغاية لما واحد قال له إنها خطبة عظيمة جميلة، ما أحلاها، ما سمعت أفضل منها. قال له دعك من ذلك، ماذا قال؟ قال والله ما دريت شيئا، راح سحبه من إيده. واحد دخل على ابوه وشدد عجل ما شاء الله، والتاني شادد الراجل ده في ايده، فجعل الخلافة لمن صاحب هذا الرجل، هو ده بالفعل. نحن مسلمون يا سادة، ولكن لا نستطيع ان نخبر الناس عن ديننا. لو واحد قال لك كلمنا عن الاسلام، قل لك احكي لي عن دينك، هتقول له ايه؟ مش هتعرف. ينفع؟ اذا انت تعيش من اجل عقيده انت لا تعرف عنها شيئا. ده مساله خطيره جدا، مساله خطيره جدا. ولذلك لابد ان تعيش لقواعد ثابته لا تتغير ولا تضطرب ولا تختلف. هي عندنا هي الايه؟ العقيده. هي عندنا هي العقيده. وبالتالي الشيء اللي انت تغضب من اجله عقيدتك، مش تقول كرامتي شخصيتي، اللي يهزها ادمره، واللي يبص لي ويرش عليا الميه ارشه بالنار. لا يا حبيبي، انت لما تعمل لي شوف انت بتكلم مين وبتعامل مين، والا انت هتمشي في حارة سد وتخبط دماغك في الجبل، انت تطلع مين انت؟ ليه؟ ليه الناس تلتفت لانفسها وتضخم من شخصها، بينما المعاني العقائديه العظيمه تهمش على حساب المعاني الشخصيه؟ ما ينفعش. ولهذا كان ايوب يقول ينبغي للعالم ان يضع التراب على راسه تواضعا لله. وقال الفضيل ابن عياض في الأثر 900 إن الله تعالى يحب العالم المتواضع، العالم المتواضع، ويبغض بفتح الياء
وتصح أيضا بضمها، ويبغض الاثنين صح، ويبغض أن يكره العالم الجبار. الجبار غير متواضع، ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة. الجملة دي جميلة قوي ويريد نحفظها، من تواضع لله ورثه الله الحكمة. يا له من كلام كأنه قد خرج من مشكاة النبوة. ولهذا قال ربنا عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، لم يقل يؤتي الحكمة الناس جميعا، ولكن خص ربنا عز وجل من رضي عنه في قوله يؤتي الحكمة من يشاء. ثم قال ربنا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله تعالى أن يؤتينا الحكمة. عن أبي سنان، أبي سنان هذا يعني رجل محدث، ولكنه كان يعصر أدبا وورعا، يعصر أدبا وورعا. وشيخه سعيد بن جبير كان إماما في الأدب في زمنه. أبو سنان وضرار بن مرة الشيباني الكوفي روى عن سعيد بن جبير، وروى عنه غير واحد كشعبة، وكان صاحب سنة. يعني أبو سنان كان صاحب سنة، وكان من خيار الناس في زمنه، كان من خيار الناس في زمنه. حفر قبره قبل أن يموت بخمس عشرة سنة، قبل ما يموت حفر قبره بإيده 15 سنة. فكان يختلف إليه كل يوم فيختم فيه القرآن، ينزل في القبر بتاعه يختم القرآن كله في القبر. تقول يا ليه يعني؟ ورجل راجل بطال، فلو قرأ كل جزء في نص ساعة يبقى 15 ساعة، يبقى هياكل امتى وينام امتى ويقعد امتى ويعمل امتى ويشتغل امتى ويسوي امتى؟ من أدراك، ومن أدراك. ربما يختم القرآن في أقل من 15 ساعة، ويقرأه قراءة صحيحة، قراءة صحيحة لا سرد فيها ولا هرولة أبدا، يقرأ ويتمعن ويقف ربما. وهذه بركة في الأوقات وتيسير. الإنسان ربما ييسر الله تعالى عليه القراءة فيطوي الجزء في أقل من نصف ساعة، يتفهمه ويفهمه. وربما يبتلى بأن تغلق عليه القراءة فيعالج الجزء في أكثر من ساعة، ربما هذا وربما هذا، وهذا مجرب وهذا مجرب. هذا الرجل الذي هو من خيار الناس كان صاحب سنة متسنن، وكان ثقة، وكان من أهل الآخرة لدرجة أنه كان يختم القرآن في قبره في كل يوم مرة. هذا الرجل المؤدب العالم الثقة الرباني بيسأل سعيد بن جبير، بيقول له المجوسي يوليني من نفسه، يستأمنني على نفسه ويسلم علي، أفأرد عليه؟ فقال سعيد سألت ابن عباس عن نحو ذلك. دي مسألة يعني تحتاج إلى تأمل. يعني لو إن في هناك واحد غير مسلم أقبل علي واستأمنني ووثق في وسلم علي، يا ترى أسلم علي؟ فقال ابن عباس لو قال لي فرعون خيرا، لو قال لي فرعون خيرا. عندك فرعون دي معمول عليها ايه، فتحة ولا ضمة؟ طيب لو في نسخة مكتوب عليها فرعون خطأ،
أي فرعون، لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. أنهي بقول علي بن أبي طالب، ويريد هذه الكلمة نحفظها عن علي: من لانت كلمته وجبت محبته. من لانت كلمته وجبت محبته، يعني من كان كلامه حسنا لينا وجبت محبته، أحبه الناس. وأفضل من هذا جميعا، مع حلاوة ما ذكرت ونور ما ذكرت، هو قول رب الأرض والسماء، قال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم. قل لعبادي يقول التي أحسن. وقال ربنا عز وجل: وقولوا للناس حسنا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين الرابحين، وأن يطيل أعمارنا في طاعته، وأن يجعل أسعد أيامنا يوم نلقاه وهو عنا راض. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.